من أيام تداولت أخبار عن دخول الفنان الكبير نعيم عيسى العناية المركزة. الحمد لله نحب نطمنكم إن حالته الصحية في تحسن وخرج من العناية المركزة، ودلوقتي هنطمن عليه أكتر من ابنه الأستاذ سامي نعيم عيسى. صباح الخير يا أستاذ سامي. صباح الخير، ازي حضرتك؟ يعني في البداية ألف حمد لله على سلامة الوالد، وطمنا أكتر على حالة فناننا الكبير دلوقتي. الله يخليك. اولا انا بصبح عليك استاذي واستاذه جماله. هو الحمد لله حالته دلوقتي مستقره بعد ايام كانت صعبه علينا وصعب عليه قوي، يعني الحمد لله. كان منع الاكل وما كانش بياكل، وده عمل له كل المشاكل تقريبا. يعني الحمد لله هو بقاله حوالي 3 ايام يعني بياكل منتظم في الاكل، مش الاكل الكميه يعني، بس نعم. الحمد لله الحمد في لله. تقدم يعني الحمد الحمد لله. لله. وكانت عنده مشاكل كتير بقى من عدم امتناع الاكل ده، والحمد لله يعني المشاكل دي في سبيل حلها، يعني في حاجات اتحلت ولسه في حاجات الدكاتره شغالين عليها. نعم. وبياخد بقى انتبيوتيك شديد قوي تقريبا كل 6 ساعات. نعم. وبيركبوا له محاليل، وعلى طول في تحاليل كل يوم يمكن 3 مرات في اليوم. فالحمد لله يعني يمكن عدم الاكل ده جاب له جفاف شديد في جسمه، وجاب له التهابات في بقه، فكمان ما كانش قادر ياكل. وجاب لي بقى هو بسبب عدم الاكل كمان داخ ووقع، وكنا طلبنا له اسعاف ودينا المستشفى. فالحمد لله يعني عدينا المرحله الصعبه دي يعني. الحمد لله يا استاذ سامي، ربنا يعني يطمنكم عليه دايما. بس قول لنا وطمنا يا استاذ سامي، يعني هل الدكاتره كتبوا انه على خروج قريب ليه، او حتى تحدثوا عن ميعاد قريب لخروجه ان شاء يعني بالمستشفى بالسلامه ان شاء الله؟ وهل الفنان كمان بيتفاعل معاكم بيكلمكم؟ تمام. لا هو الحمد لله بعد الايام اللي قضاها في العنايه المركزه هو خرج من العنايه بقاله 3 ايام. الامور كلها انتظمت، مضربه القلب انتظمت، فحطوه في غرفه عاديه، بس لسه بقى في متابعه جديده وفي كونسولت من 6 دكاتره. الكونسولت ده اجمعوا، كان امبارح الكلام ده، ان في 4 منهم قالوا خلاص يكمل علاج في البيت، بس في 2 قالوا لازم يقعد بردك 5 ايام يعني عشان يكملوا كورس العلاج. الكورس العلاج طبعا القديمه اللي كانت في رجلي، ممكن ده سبب القصه دي كلها، ده الالتهاب اللي جاله في رجله ده في الجلطه بسبب خبطه كده كانت في رجله، وحصل الالتهاب في النسيج الخلوي. وعمل الله يخليك يا فندم، الله يخليك. يعني ان شاء الله يخرج بالسلامه وربنا يتم شفاه على خير يا رب. يمكن استاذ سامي كلنا كنا سعداء لما شفنا تكريمه في مهرجان القاهره للدراما تحديدا، كانت لحظه كلها تاثر. عاوزين يعني تكلمنا عن يعني هذه اللحظه كانت بالنسبه له عامله ازاي؟ هو ده يمكن كنت معاه لحظه بلحظه، وكنت معاه في اليوم المهرجان ده، وكنت معاه لما جيت من اسكندريه لحد ما رحنا المهرجان ورجعنا. قد ايه كان في قمه السعاده، ان يعني انا فعلا كده عملت حاجه والناس فاكراني. يعني فعلا بشكر دكتور اشرف زكي على اللفته الجميله قوي 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 دي، ودكتور يحيى الفخراني على اللفته الجميله قوي، ان هم افتكروا والدي وافتكروا ان هو فعلا قدم حاجه للفن وقدم اعمال كبيره. هو يمكن مقدم اكثر من 145 فيلم و140 مسلسل، وعامل 90 مسرحيه بين الهواه والاحتراف، فهو تاريخ فني كبير. ويمكن ناس كتير ما تعرفش، بس هو فعلا تاريخ فني كبير. اليوم ده اول مره اشوف والدي بعد ما خلصت التكريم، ورحنا قعدنا في الفندق وهو بيبكي وماسك شهاده التقدير وبيبكي. اللحظه دي كانت فارقه عنده وعندي انا كمان، وانا شايفه وهو فرحان ومبسوط، واللي فعلا عمل حاجه يعني صحيح، واللي الناس فاكراها.
ففعلا كان يوم سعيد 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 يعني. واشكر الدكتور اشرف زكي على اللفته الجميله دي يعني. يعني ده اقل تكريم يعني نقدر نقدمه له او يتقدم له من مسيره عطائه اللي قدمها خلال عمله ومشواره، سواء كان المسرحي او الدرامي تحديدا. بنشكر حضرتك الاستاذ سامي نعيم عيسى، نجل الفنان نعيم عيسى.